من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. بسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال لوقا البشير: في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل، إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على إليصابات. ولما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس، فهتفت بأعلى صوتها وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي هذا أن تأتي إلي أم ربي؟ وها منذ وقع صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. فطوبى للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب حقا، والأمان لجميعكم.